تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، واسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج كما عودناكم أعزائي المستمعين نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد. إذن أرقام التواصل معنا مستمعين على 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 4006 هو رقم الرسائل النصية. أيضا نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في إعداد هذه الحلقة، الأخت نور نزال، وأيضا في التنسيق أحمد سلامة، وفي الإخراج عيسى سبيل. نبتدي فقرات برنامجنا بفقرة التغذية اللي متعودين عليها، بتكون معانا اليوم إن شاء الله أختنا أخصائية التغذية العلاجية عفاف يمعة، بتكلمنا عن أغذية تضر القولون العصبي. هذا القولون العصبي اللي يعني نادر ما نحصل واحد ما عنده قولون عصبي، ولا شو رأيك عفاف؟ هي والله أخوي صدقت في الكلام. إنزين، شو هي الأغذية اللي تضر القولون العصبي؟ هي بداية من يتكلم عن أكثر مشاكل الجهاز الهضمي مثل ما تكرم اللي تتردد وايد على الأطباء، ومنها مشاكل القولون العصبي. نعم. والقولون العصبي لا يعتبر مرضا بل عارضا صحيا. لها عدة عوامل نتيجة التوتر وهاي الأشياء. نحن من قسم التغذية بنتكلم اليوم عن الأطعمة التي تضر القولون أو التي يجب تجنبها. نعم. للتقليل من أعراض القولون العصبي. نعم، شو هي الأطعمة اللي لازم نتجنبها؟ الحين شوفي بقول لك، أنا أتذكر مرة الدكتور أعطاني قائمة يعني ما عرفت شو أكل عقب هذه القائمة الصراحة. لا لا إن شاء الله الحين كل شيء من يعني منه. أول شيء يعني صراحة يعني يعتمد على الشخص، عند الشعور بآلام يعني القولون العصبي أو إن يكون القولون متهيج أو في اضطرابات. نعم. يجب الامتناع عن هاي الأطعمة وتجنبها مثل اللي محتوي على الكافيين، وهي أكثرها إحنا نتناول القهوة بكثرة، الشوكولا، الشاي، مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية، بالإضافة إلى طبيعة الأكل اللي نتناوله مثل الأطعمة دون دسمة ومقلية وجبات سريعة. هاي الأشياء كلها تأثر على القولون وتزيد من أعراض القولون العصبي. نعم. بالإضافة الأطعمة المسببة للغازات مثل الفاصوليا، الفول، التين، العدس، الفجل، البصل، هاي اللي تسبب الانتفاخات والغازات. فلافل. هي. الفلافل، الحمص، كلها هاي الأشياء يوم يكون في اضطرابات في القولون. حتى الجبن يمنعونه من بعد. هي أنا يا مثل في هي الأطعمة الغنية بالسكريات مثل ما تكرمت، السكر الفركتوز الموجود بالفواكه اللي هي عالية مثل المشمش، التمر، التين، الزبيب، العسل، وبالإضافة للسكر الموجود باللاكتوز اللي هو الحليب ومنتجات الألبان. خلص الأكل. الأكل كله خلص. لا ما خلص.
لا ترى اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية مثل ما تكرمنا، ربع من البروتين، ربع من النشويات، وكمية عالية أو كافية من الخضروات والفواكه. ترى في توصيات احنا دائما نفضل ان الناس يتبعونها، مثل الانتظام في مواعيد الاكل. يعني القولون، لابد من الاشخاص اللي يعانون من القولون واضطراباته لازم ينتظمون مواعيد الاكل، مو ما يتريقون عقب يتغدون او ما يتغدون عقب يتعشون. تجنب تناول الاطعمه الغذائيه ذات الحجم الكبير، مو بوقت تناول الوجبه تكون كميه وايد كبيره. هاي الأشياء يعني تعيق عملية الهضم والامتصاص. التنوع بالأغذية مثل ما قلنا، مو بآكل أكل كله مثلا فيه بقوليات وغازات وكذا، مو بآكل أكل كله مثلا منتجات الحليب والألبان العالية مثلا. لازم التنويع في المصادر الغذائية، مضغ الطعام جيدا، وأخذ كمية كافية من المياه. طيب أنا بقول لك شغلة بعد يعني وايد مهمة، عملية إن الواحد يأكل وينام، صدق هاي يعني هذه طبعا يعني عادة غير مأساة، صحية. هذه مأساة، الواحد يأكل وينام هذه مأساة يعني كبيرة. فعشان تي يعني خل آخر وجبة لك قبل لا تنام قبل 4 ساعات، وهذه من تجربة وايد ساعدتني أنا يا جماعة الخير على موضوع إن هذا، حتى لين الحين أشرب كافيين، لين الحين اكل شوكولات، طبعا المقليات والوجبات السريعه ومشروبات الطاقه هذه انا تاركنها يمكن اكثر من 15 سنه، يمكن 20 سنه اخر مره يعني. لكن الفكره وين؟ الفكره انه يعني لا تاكل وتنام. صح، لأنها هاي هي عادة غذائية غير صحية يعني، ومنهي عنها، لأن الجسم لفترة هاي محتاج عمليات الهضم والامتصاص. طبعا الإنسان لازم يعني يحاول إنه يمارس هواية، مثلا هواية القراءة أو شيء اللي يشغل نفسه، أو تكون الوجبة وايد خفيفة يعني ما تحتاج مثل البروتين يحتاج كم ساعة لعملية الهضم. الأشياء تكون يعني مثلا متناول وجبة من الفواكه الخفيفة، يعني وجبة تكون صحية. عندنا مثل يقول تغدى وتمدى، تعشى وتمشى، شيء كذا. ها خير صديقتي. اي، وهذا غلط. زين، اي وهذا غلط، لان المشكله الاساسيه، وانت ذكرتي شغله وايد مهمه في بدايه هذا اللقاء اختي، قلتي ان القولون العصبي ليس مرض وانما عارض. بالفعل الكل يعرف، الكل يعني المعلومة اللي يعرفونها إن أنا عندي مرض القولون العصبي، هاي مو مرض، ها عارض، وبعد يرتبط ارتباط كبير بالسلوكيات بنظامك الغذائية. الغذائي. نعم، طيب إذا بعد اللستة هذه الطويلة اللي منعتينا، شو الأشياء اللي ممكن ناكلها؟ الأشياء اللي ناكلها يعتمد على مثل ما قلنا، إذا كان وضع القولون العصبي وضع طبيعي ما في اضطرابات كذا، ناكل نتبع الوجبات الغذائية الصحية المتوازنة اللي تحتوي على جميع العناصر الغذائية، باخذ البروتين سواء كان من مصادر حيوانية أو نباتية بالكمية المعقولة، سواء حتى كان إذا كان عدس أو كان فيه بقوليات إذا كان ما متعرض أنا لاضطرابات، وباخذ كمية البروتين، وننصح بالأسماك وزيوت الأسماك وايد مفيدة، بالإضافة إلى الخضروات وبالإضافة إلى حصة من الفواكه. جميل، أنا بس أبغي أذكر أختي عن أعراض الواحد، ممكن عنده أعراض القولون وهو مش عارف أنه عنده هذه الأعراض، وأنا واحد من الناس اللي ما كنت يعني أعرف أن أنا كان عندي القولون مثلا فترة طويلة موجود عندي هذا القولون وأنا ما أدري، والواحد يتمرن ويركض بعد بطنه منتفخ، يحاول بعد بطنه هاي ما انت هاي خبرتنا، آلام في البطن تكون وانتفاخات، تكون تقلصات غير طبيعية في الأمعاء، وأكثر الأعراض ظهورا هي الإسهال متعاقب يعني مستمر مع إمساك متناوب، وآلام في البطن وشعور بالانتفاخ. هاي أهم الأعراض اللي يشعرون فيها. زين، يعني مع الكلام اللي قالته اختي اخصائيه التغذيه العلاجيه عفاف يمعه، يا جماعه الخير انا
أعيد وأزيد على موضوع النوم، الأكل والنوم مباشرة، الأكل والنوم مباشرة. إذا تركت هذه العادة ما أبالغ 60% من الأعراض هذه ممكن تخف عنك، صحيح 60%. مضبوط، حتى مو بالقولون مثلا أمراض اللي عندهم السكر، لأن وايد عملية أشياء. مثلا هي عملية تنظيم، عملية تنظيم السكر وامتصاص السكر لابد إنه يكون في حركة، لابد إنه يكون مو خلاص خمول. صحيح. نحن يعني أنا بعطيكم عادة بعد حاولوا تلتزمون فيها، يعني الساعة 7، نحن الشمس الحين تغيب بعد 6، يعني مع غياب الشمس حاول ما تاكل شيء لين شروق الشمس. إيه بس والله يعني بمجتمعاتنا الحين الحمد لله انتشر المشكلة أن الواحد مثلا. الواحد النشاط الاجتماعي ما لا يبتدي في هذه الفترة، ومن يدخل مكان ولا ميلس ولا كذا ولا سار الكوفي إيه تحصله ياكل ولا يسوي إيه ولا نحن كذا. العكس أصلا، تبدأ الوجبات الدسمة ولا الغير هي الصحية مع تبدأ مغيب معك الشمس. بالساعة 7. لا بس ممكن تصير ثقافة، يعني ما ندري، ممكن من خلال إيه برنامجنا نسويها ثقافة، نسويها عادة مجتمعية يا جماعة الخير. يعني الواحد يحاول مع مغيب الشمس ما ياكل شيء، ويبتدي ياكل مع شروق الشمس، وهذه يعني بتشوف حياتك كلها تتغير، بتشوف وانت ناش اصلا الصبح، ناش خفيف، مو مثل الواحد اللي ناش وماكل يحس ان يعني ينسحب سحب على من الفراش. فشوفوا جربوا، وهذه المسائل يعني بتحصلون فائدتها اسبوعين، بس اسبوعين بتشوف الفرق، وكمل عليها. إن شاكرين شاء لك الله. استاذة عفاف جمعة، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، كلمتنا عن موضوع وايد مهم اللي هو الأغذية اللي تضر القولون العصبي. شكرا لك عفاف. يعطيك العافية، مع شكرا أختي، السلامة، شكرا. الله إذا يحفظك. مستمعينا ما نطلع فاصل ومتواصلين معاكم عبر فقرات برنامجنا صحة وسعادة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا مستمعينا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. إذا متواصلين معاكم هالمرة، ما ننتقل مستمعينا إلى مستشفى دبي، وبالتحديد ما نتكلم عن خدمات الهيئة لعلاج أمراض السرطان عند الأطفال. الله يعافي عيالكم ويعني يطرح فيهم البركة يا رب، ويعني يشافي كل مريض. معانا عبر الهاتف الدكتور هاني محمد حسين، أخصائي أول أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مستشفى دبي. دكتور، أول شيء صباح الخير. صباحك الله بالخير. بالنور والسرور. دكتور، يعني قبل أن ندخل بأكثر الأمراض شيوعا من السرطان عند الأطفال وبعض العلاجات المتوفرة، خلينا نتكلم عن الخدمات اللي توفرونها في مستشفى دبي لعلاج أمراض السرطان عند الأطفال، خاصة أن يعني قبل نحن كنا نبتعثهم على الخارج، العلاج في الخارج. اليوم نحن نعم عندنا يعني إمكانيات للعلاج، وهذا التوجه اللي نحن نسعى له، أن نوفر كل العلاجات اللي ممكن تكون موجودة في الخارج لازم تكون عندنا في إمارة دبي قدر الإمكان. تفضل دكتور. نعم طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قسم أمراض الدم والأورام في مستشفى دبي أستاذ محمود تقريبا تأسس في سنة 1990. في سنة 2000 انفصل قسم الأورام لدى الأطفال عن قسم علاج الأورام، أورام الدم والأطفال والأورام لدى الكبار. نعم. فمن سنة 2000 قسم قائم بذاته. القسم أستاذ محمود يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية للأطفال المرضى بأمراض الدم والأورام، ويضم الحمد لله رب العالمين يعني كادر طبي وتمريضي مؤهل وكادر طبي مساعد من معامل تشخيصية، قسم أشعة على أعلى المستويات التقنية وفق أعلى المعايير الدولية في تشخيص وعلاج أمراض الدم والأورام لدى الأطفال. المستشفى كذلك به قسم أسس تقريبا من 3 سنوات للطب النووي،
يعني مجهز الحمد لله بأعلى وأفضل التقنيات، يديره كادر طبي خبير ومؤهل حقيقة. كذلك عندنا قسم المعامل أيضا مجهز بتجهيزات تقنية عالية، معمل أنسجة، معمل الدم، معمل الكيمياء الحيوية، وبنك الدم كذلك على أعلى التقنيات الموجودة. القسم أستاذ محمود به تقريبا 15 سرير، نسبة الإشغال اليومية تقريبا حوالي 7 أسرير في اليوم، بنسبة قد تصل أحيانا إلى 68% من نسبة الإشغال. سنة 2008 أو 18 كان عندنا تقريبا حالات إدخال حوالي 2536 حالة، تقريبا 426 مريض في 2018. هذه اللي هم الدخول التنويم. وعندنا أيضا قسم في 5 أسرة للعلاج اليومي، يعني الطفل يأتي للمستشفى يأخذ العلاج ونهاية اليوم مثلا 2:30 يروح على البيت. يعني تقريبا سنة 2018 كان عندنا 407 حالات علاج كيماوي يومي. جميل. طيب دكتور، أنا الحين يعني بتطرق إلى أنواع الأكثر شيوعا من السرطان عند الأطفال، شو هي هذه الأنواع؟ طيب، هو عالميا ونحن كذلك عندنا في القسم تقريبا نفس النسبة، نسبة 30% من الأطفال المصابين بأمراض الدم والأورام هم مصابين بأمراض اللوكيميا أو ما نسميه بيضاض الدم، اللي هو لوكيميا الدم أو سرطان الدم متعارف عليه، هي نسبة 30 ل 32%. تليه من حيث النسبة اللي ما نطلق عليه بالأورام الصلبة، اللي أورام الدماغ، أورام الغدد الليمفاوية، أورام التي تصيب الكبد والكلى بصورة أكثر. بعض الأورام الثانية نسبة أقل شوية، قد تصل إلى 2 ل 5%، اللي أورام الجلد، أورام الدماغ، أورام العظام، هذه أقل شوية. لكن الأكثر شيوعا عالميا وهي نسبة أيضا معروفة من حوالي 30 ل 32%، اللي هي اللوكيميا أو بيضاض الدم. طيب دكتور، طرق العلاج لهذه الأمراض يعني هاي متوفرة عندنا في إمارة دبي، وهل هي الحمد لله يعني الطرق الموجودة عالميا، عندك ثلاث طرق عالمية موجودة لعلاج الأورام أو سرطانات الدم عموما. نعم. اللي هو العلاج الكيماوي والاستئصال الجراحي، وهذه الحمد لله رب العالمين متوفرات بصورة طيبة عندنا في مستشفى دبي وفي هيئة الصحة في دبي بصورة عامة، والعلاج اللي هو الإشعاعي. نعم. والحمد لله رب العالمين يعني الأدوية على أعلى التقنيات الموجودة عالميا متوفرة، والحمد لله رب العالمين نسبة الشفاء بحول الله عز وجل تضاهي نسبة الشفاء في السنترز الموجودة عالميا. جميل، اللهم لك الحمد، يعني العلاج متوفر وبتقنيات عالية وبجودة عالية. يمكن دكتور يعني نتكلم شوية عن الأمور اللي تؤدي لمثل هذا الموضوع، هل هي أمور وراثية ولا في سلوكيات وعادات الواحد ممكن أنه يعني يحاول أنه يتجنبها على أساس أن أطفاله يكونون يعني صحيين وغير مصابين بمثل هذه الأمراض؟ نعم، هو يعني إن شاء الله بعلمين صلى الله عز وجل يمتع الجميع بالصحة والعافية. آمين يا رب. آمين. هو عموما عاملين، يعني نقول طبيا عامل وراثي يكون موجود، ومع العامل الوراثي يكون هناك عامل تنشيط بيئي، لو مثلا تعرض الإشعاع، تعرض لأنواع معينة من الأدوية، تعرض لبعض الأنواع من الفيروسات. نعم. اللي تصيب الجسم تؤدي إلى بعض التحورات اللي تحصل في تكوين الخلوي الخلايا في جسم الطفل، فتؤدي الإصابة ببعض الأورام في أي مكان في الجسم. نعم. علاقة الأم دكتور بالطفل وهذه الأمراض يعني أثناء الحمل، هل في علاقة ما بين انتشار مثل هذه الأمراض وبعض الممارسات اللي تأخذها الأم الحامل، وما نعم. تعي أن هذه ممكن تؤدي إلى أمراض خطيرة تؤثر على صحيح. الطفل؟ هو عموما يعني أي شيء يؤدي إلى الخلل المناعي في التكوين الخلوي للطفل أو للجنين ممكن يؤدي إلى ما أقول الإصابة، لكن إلى رفع ربما الريسك ومستوى الخطورة الإصابة
كمثلا تدخين أثناء فترة الحمل مثلا، تعاطي أدوية غير مسموح بها أو غير خلينا نقول مش إنديكيتد طبيا، تعرض للإشعاع مثلا أثناء فترة الحمل. من الأشياء المهمة جدا إن حتى دراسة يعني أثبتت إن بعض السيدات عندهم نسبة الإصابة مثلا بأورام الثدي أكثر إذا مثلا الأم تعودت على السهر الكثير مثلا على مدة طويلة. هذا يؤدي أيضا إلى بعض الأشياء اللي هو العامل النفسي، أيضا من عوامل مهمة جدا في هذا الشيء. طيب دكتور، أنتم بادين حملات توعوية تسوونها دائما في هذا المجال، أعتقد بكرة عندكم حملة إذا ما خانتني الذاكرة، عطنا نعم عطنا صحيح. فكرة عن هذه الحملات. طيب الحملة هي أستاذ محمود تصادف اليوم العالمي لأمراض سرطان الدم أو سرطان ثدي الأطفال اللي صادف 15 فبراير من كل عام، وعندنا إن شاء الله حملة توعوية بتكون بكرة في مستشفى دبي. عندنا بعض المبادرات الجميلة حقيقة يمكن أذكرها حتى للمستمع الكريم. عندنا مبادرة نسميها هنا في القسم، عندنا مبادرة أنا شجاع، يعني الطفل يبدأ معانا العلاج، لما يخلص العلاج ندخله يوم نسوي له ريموفال للسنترال لاين اللي هو الكاثيتر اللي نعطي خلال الأدوية. في هذا اليوم نقدم شهادة تقدير وهدية للطفل ونسوي له مثل حفلة صغيرة. جيد، على أساس أنه خلص العلاج كامل، فالحمد لله هذه لها مردود نفسي طيب. جميل. كذلك عندنا اجتماع تثقيفي شهري للآباء والأمهات، يتحدث فيها كادر طبي، كادر تمريضي، أخصائي نفسية تكون موجودة في البرزنتيشنز اللي تكون موجودة، أخصائي التغذية أيضا حتى نعطي الأم والأب شو أنواع الغذاء المناسب للطفل المريض. كذلك لما أول ما يدخل الطفل معانا في القسم نعطيه كتيب ملون عبارة عن رسومات وكذا عن مراحل العلاج، بحيث أن الطفل يتابع معانا مراحل العلاج بنفسه ويكون جزء من الفريق المعالج. ممتاز، هذه يعني شغلة جميلة، كنت حتى الطفل توعي بالأمور اللي بيمر فيها. صحيح، وصدقني هم أذكياء جدا سبحان الله، يعني ما أحيانا قد يسألك الطفل سؤال يعني تكون يعني كيف طفل يسأل هذه الأسئلة أحيانا، لكن سبحان الله يعني نسأل الله عز وجل يمثل الجميع بالصحة والعافية. آمين يا رب آمين. ودكتور يعني أنا عيبتني هذه المبادرات، لأن بالفعل هم شجعان، لأن الواحد لما سبحان الله رب العالمين يبتلي بمرض ولا بشيء يعني يكون في قمة ضعفه، ولكن في قمة هذا الضعف تطلع معادن الشخصية نفسها، تطلع معادن الناس اللي حواليك. أيضا دكتور يعني مجالسة أولياء الأمور لأطفالهم بهذا الشكل، وهذا أيضا هنالك الكثير من الأمور اللي يجب أن يعيها أولياء الأمور بالنسبة لأطفال المصابين بأمراض السرطان، يعني نسأل الله العفو والعافية للجميع يعني. ولكن صحيح. شو الأشياء اللي الواحد لازم يسويها في هذه، إذا لا قدر الله يعني اضطر أنه يعايش طفل مصاب بالسرطان؟ طيب هاي نقطة جميلة جدا. طبعا مسألة المراقبة أو دائما اللي هي أن الآباء والأمهات أو أولياء الأمور يعطون الوقت الكافي للأطفال، هذا يفيد في جهتين صراحة. في الناحية الأولى بعض الأورام ممكن يلاحظها الأب أو الأم بداية في المراحل الأولى. نعم. وهذا طبعا لما يجينا طفل في المراحل الأولى من بداية المرض أو فرص العلاج أكبر، فرص العلاج يكون أكبر طبعا. نعم. بطبيعة الحال غير مثلا الأب والأم اللي يكونون شوية بعيدين، ما في اهتمام أو مثلا خلينا نقول مراقبة لصيقة للطفل، فيكون حد ثاني مثلا المراقب للطفل قد لا يكون بنفس خلينا نقول الصورة اللي بالنسبة للأب أو الأم. نعم. الشيء الثاني بالنسبة للأطفال اللي تلقون العلاج الكيماوي، دائما نقول للأب أو الأم إذا أنتم أقوياء قوتكم هذه تنعكس على الطفل، الطفل يكون قوي أيضا. والعامل النفسي تعرف أستاذ محمود مهم جدا في مسألة العلاج سواء للأورام أو لأي مرض آخر. صحيح. يعني صحيح. طيب نحن شاكرين لك دكتور هاني محمد حسين، خصائي أول أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مستشفى دبي. غدا إن شاء الله الحملة هذه مفتوحة للجميع دكتور، للجميع. نعم، والدعوة موجهة للجميع إن شاء الله. الساعة كم يكونوا موجودين إن شاء الله
في مستشفى يعني دبي؟ تقريبا من 9 تبدأ لين؟ مع 10 تبدأ الأشياء اللي هي لين الساعة 12 ولا الولادة، وحدة؟ لين 12 لين تقريبا. 12. نعم إذن نعم هذه دعوة للجمهور اللي حاب يعني يتعرف أكثر عن يعني طرق التوعية بأمراض السرطان عند الأطفال. باكر إن شاء الله مستشفى دبي مسوين مثل حملة توعوية في مقر مستشفى دبي، اللي حاب يتوجه ويتعرف أكثر وأيضا يتواصل مع الأخصائيين في مستشفى دبي. شكرا للدكتور هاني حياك الله، محمد حسين، الله يبارك أخصائي فيك. أول أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مستشفى دبي. ما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل ما نتواصل، ما نتحدث عن خدمات عيادة الصداع ومركز دبي للإقلاع عن التدخين. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، يعني الموضوع اللي بطرحه الحين عن مركز دبي للإقلاع عن التدخين، معايا في الاستوديو الدكتور محمد الدسوقي، أخصائي طب الأسرة في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية ومركز دبي للإقلاع عن التدخين. أول شيء صباح الخير دكتور. صباح الخير علي. دكتور، يمكن أنا بركز في الحوار هذا يعني على القرار اللي جاء، يعني عن رفع حظر بيع السجائر الإلكترونية في دولة الإمارات في شهر أبريل. يعني بتكلم عن السجائر الإلكترونية بشكل مفصل، ولكن دكتور قبل ذلك خلنا ناخذ المستمعين عن الخدمات اللي انتم توفرونها في مركز دبي للإقلاع عن التدخين. هذا واحد. أيضا نسب النجاح في الإقلاع عن التدخين من خلال هذا المركز. أعطنا شو هي الخدمات اللي موجودة عندكم، بعدين ما نتطرق لهذا الموضوع إن شاء الله. طبعا عيادات الإقلاع عن التدخين في هيئة صحة دبي موجودة في الرعاية الصحية الأولية. نعم. بنقدمها من خلال عيادتين، عيادة أطوار، مركز أطوار الصحي، يومين في الأسبوع، يوم الأربعاء والخميس، وعيادة البرشة كل يوم اثنين بعد الظهر. يعني في ثلاث عيادات أسبوعيا، وده كان هدفنا منه أنه نخلي العيادة متكررة بحيث أنه مواعيد الأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين ما تبقاش بعيدة. نعم. إذن يومين في الأسبوع في مركز الطوار، أي يوم وأي يوم؟ يوم الأربعاء بعد الظهر. أوكي، الأربعاء من مساء. مساء من 2:30 لحد 9:30، ويوم الخميس صباحا من 7:30 ل 2:30. أوكي. وكل أسبوع يوم الاثنين في مركز البرشة بعد الظهر من 2:30 ل 9:30. ممتاز. طيب شو الخدمات اللي تقدمونها هناك؟ هو احنا بيجي لنا تحويلات من العيادات ومن المستشفيات ومن الاشخاص الراغبين في الاقلاع عن التدخين. بنقوم بتقييم كل حاله على حده، بنعمل له فحوصات مبدئيه منها اشعه على الصدر ورسم قلب ومجموعه من فحوصات الدم، وبنقيس نسبه اول اكسيد الكربون في هواء الرئه، وبنعمل له وظائف رئه. كل ده عشان نقدر نعرف التدخين مأثر عليه الى اي مدى. وبناء عليه بنقدر نعرف هل عنده تاريخ مرضي آخر، وبنقيم حالته ونضع له الخطة. كل شخص مختلف عن الآخر، كل شخص بيحتاج خطة مختلفة، لأنه الأشخاص مختلفين في بدايات التدخين، ليه بيدخن، بيدخن قد إيه، أي نوع، وفين بيدخن، وليه بيدخن، وليه عايز يبطل. كل ده بنناقشه معاه، وبنعمل له نوع من السكورينج سيستم، يعني اختبارات معتمدة دوليا بنقدر نعرف فيها درجة إدمانه للنيكوتين، هل هي درجة عالية متقدمة ولا درجة وسط ولا درجة قليلة، وهل نوع الإدمان ده هو إدمان سلوكي ولا إدمان فيزيائي ولا ميكس، لأنه يعني مختلط. وبناء عليه بنقيم الحالة وبنضع خطة، وبنتابعه لمدة لا تقل عن 4 زيارات، ممكن كل أسبوع أو كل أسبوعين، وممكن تزيد عن ذلك إذا لم يقلع خلال الفترة. شوف دكتور، يعني صار لنا نعرف ونقرأ ونشوف عن مضار التدخين، صار لنا سنين وبنين، انزين، وكثر ما تقول حق الواحد التدخين مضر والتدخين كذا، بعد يدخن، تقول التدخين ممكن يؤدي إلى أمراض السرطان، يدخن. طيب شو هو الدافع اللي ممكن أن مكالمة؟ طيب ناخذ هذه المداخلة دكتور ونكمل الحديث. من معانا؟ ألو. ألو. يا هلا، تفضلي اختي، كيف حالكم؟ يا هلا، تعرف عليك وتفضلي. ام محمد.
تفضل يا محمد. والله بردت قلبي على هالإذاعة بخصوص هالموضوع. أنا عندي عيال اثنين ما شاء الله كبار، يعني ال 30 وال 29، يعني من زمان مثل ما أنت قلت من زمان يدخنون، كل ما يعني أشوفهم تعبانين، وفي واحد عنده هالمدواخ هذا اللي شرات شغل اللي تبغها، والثاني ما شاء الله شراسين السيجارة هذا ما يودرونه. نعم. وأنا دوم أقول لهم يسيروا وسيروا أطباء سيروا أطباء، يقولوا ما نعرف وين نسير صراحة. أنتوا ألفينا نحن ساكنين في جميرة، لكن أنا عرفت المعلومة إن برشة عندهم، البرشة قريبة عليك. نعم. يوم الاثنين، يوم الاثنين يبقى ناخذ مواعيد ولا ممكن يحضروا بشكل مباشر يوم الاثنين، او يتصلوا بالعياده ياخذوا موعد، وان شاء الله نسهل لهم كل الاجراءات. شوفي محمد، خلي محمد يسير يسال عن دكتور دسوقي يوم الاثنين بعد الظهر، زين يمر عنده هناك. ودكتور بس انا عشان اوضح المساله، هي للمواطنين بلاش، لكن الوافدين عندنا، الوافدين عندهم برضو، اللي عندهم تأمين، اللي عندهم تأمين بعد، عندهم تأمين كفرت. أوكي ممتاز ممتاز. مغطى. دكتور دسوقي ها؟ نعم. ايه. واحد فيهم حاول فترة لكن ما قدر، هو الحين ما نتكلم نحن، هذا جزء من العلاج بعد. إن شاء الله يحاول مرة أخرى وسينجح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا الله على إيدك يا دكتور. إن شاء الله. مشكورة يا أم محمد. طيب. تسلم وما تقصرن بويه. الله يسلمك. مشكورة. مشكورة. طيب دكتور، يعني مثل ما قلنا هذه حالة أم محمد مع عيالها، ونفس الموضوع بتقول له يا أخي التدخين بيؤدي إلى السرطان، بيؤدي إلى كذا، بيؤدي إلى كذا، ممكن ما يترك. الكل عارف مضار التدخين، ما في حد ما يعرف شو مضار التدخين، ما حد مبحاس بمضار التدخين، ولكن كيف أقدر أخليه يترك؟ هي فكرة ليه الشخص بيدخن مع أنه عارف أنه مضر. هذا سؤال مهم جدا، لأنه ده إدمان. إدمان للنيكوتين، ووقت الإدمان الشخص بيفقد جزء كبير من تصرفاته الطبيعية، بيبقى عايز الشيء. وخاصة أنه النيكوتين بيدي نوع من البليجر، يعني الراحة أو المتعة. أيه. من الناحية العلمية هذا. أيه. علمية. جميل. فبتتكرر في اليوم 20. هذا على الكلام هذا دكتور، اللي ما يدخن بيدخن. لا احنا لازم نشرح عشان نبقى أمناء. أوكي. في المسألة دي فضل. أنه الميكانيزم أو الطريقة أنه الشخص بيدخن، فمادة النيكوتين بتدخل على خلايا المخ، بتؤدي إلى إفراز مجموعة من الهرمونات بشكل سريع، تؤدي إلى الراحة أو الهدوء أو شعور قد يختلف البعض في وصفه. ولذلك بيكررها مرة واثنين وثلاثة على مدار الأيام، تتحول إلى إدمان مع عادة الاثنين مع بعض، حتى لدرجة ربطها بالأشياء اليومية. لما بيشرب شاي بيدخن، بعد الأكل بيدخن، لما يبقى متضايق بيدخن، لما يبقى مبسوط بيدخن. تكرار هذه المسألة على مدار الأيام والشهور. نعم. بتتحول المسألة مسألة معقدة شوية، أن فيها إدمان وعادة. صحيح. عشان نكسر هذا الأمر، العيادة بتقوم بجلسات بنسميها كاونسلينج. نعم. بنقدر نناقش مع الشخص الطرق اللي يبدأ بيها يكسر هذه العادات. ممتاز. ونديله بعض الأدوية وبعض الأشياء اللي تساعده في الإقلاع عن التدخين، لأنه الأعراض الانسحاب هي المشكلة. لما الشخص بيدخن سيجارة كل نص ساعة، إذا غاب ساعة بيبدأ أعراض الانسحاب تبدأ عنده، صداع، متضايق، مش مبسوط، فيروح للسيجارة. طيب دكتور، يعني أفضل طريقة أن الواحد الحين حتى إذا ما يبغي العيادة، عيادة الإقلاع عن التدخين، ممكن أن يبغي يترك التدخين، حد من الناس يقول والله أنا وقت أنا ممكن أترك التدخين وكذا، أفضل طريقة الواحد ممكن يسويها يعني حتى لو ما استشار الدكتور؟ هو طبعا في نقطة مهمة جدا، إذا الرغبة هي أهم شيء. أول نصيحة هو وضع نظام جديد له من خلال اليوم. يعني إذا كان بيصحى الصبح أول حاجة يدخن، نقول له أخر التدخين شوي. إذا كان بيشرب السيجارة أو بيدخن مع القهوة أو الشاي، نقول له حاول تفصل بينهم. ممتاز. والنصيحة المهمة جدا هي مسألة تأجيل التدخين لدقائق. يعني عندما تجيه الرغبة، أو بيسموها هنا في المجتمع الخرمة، محتاج دي بتقعد في المخ دقائق قليلة، 5 دقائق ل10 دقائق بحد أقصى. إذا استطاع الشخص أنه يتجاهل هذه المدة ويأجل تدخين السيجارة لهذه المدة الزمنية، بيحصل لخبطة في مراكز المخ. أوكي. وممكن يبدأ يكره
التدخين لأنه بيدخن في الوقت الغلط. جميل. طيب دكتور أنا حين أبغى أتطرق لأن عندي خمس دقائق تقريبا أبغى أتكلم عن قرار رفع حظر بيع السجائر الإلكترونية في الإمارات في شهر أبريل. هل فعلا دكتور أضرار السجائر الإلكترونية أقل من السجائر العادية مثل ما يعتقدون الناس؟ وأيضا هل ممكن أنها تكون يعني مساعدة في ترك الشخص للتدخين أم لا؟ هو إحنا برضو الإجابة على هذا السؤال مهمة جدا. نعم. إنه إحنا في هيئة صحة دبي بنمشي على حسب المعايير الدولية، والمعايير الدولية لحد هذه اللحظة لم تصرح ولم تعرف السيجارة الإلكترونية على أنها وسيلة للإقلاع، ولكن تعرفها أنها منتج من منتجات التبغ. قد يكون المحتوى للسيجارة الإلكترونية، المحتوى المواد الكيماوية أقل من السيجارة أو من الشيشة، ولكن فيها مواد حافظة وفيها فليفرينج اللي بتدي الطعم وطريقة ممكن استخدامها تكون لها أمراض ثانية غير آمنة، والأبحاث ما زالت شغالة على هذا الأمر، ولذلك العلماء والأماكن الخاصة ومنظمة الصحة العالمية لم تضعها ضمن السبع وسائل المعترف بها لاستخدامها للإقلاع عن التدخين. جميل. دكتور أنا باخذ هذه المداخلات على السريع على أساس بس أني أنا ألحق أعطيك فرصة أنك ترد عليها. بناخذ أحمد أول شيء. أحمد صباح الخير، يا هلا، تفضل يا سيدي، اختصر لي أحمد عشان بارك الله فيك أقدر أعطيك فترة للإجابة، تفضل. سلمك. انا بس بغيت اشارككم تجربتي كوني مدخن سابق طال عمرك، بغيت اخبركم شو الاسلوب. تفضل يا سيدي. يعني باختصار اذا بيسمحني الدكتور. طبعا تفضل. والله هو الشغل كله شغل نفسيه طال عمرك. انا انقطعت التدخين بين يوم وليله فقط، بس فكرت باللي حولي. طبعا اهلي كنت متزوج جديد يعني، وحسيت ان اهلي ضايقوا من الموضوع وقطعته دايركت على طول. وبعدين بعد ما قطعته تركت الناس اللي هم المدخنين او صحبه ال عقولتهم في السوق مدخنين. هذا الاجراء هو بصفه عامه يعني. جميل، شاكرين لك يا احمد. تبغي شيء ثاني بعد الضيفه ولا؟ بس طال عمرك هذا. طول عمرك، شكرا لك. انا باخذ تعليقك على تجربه احمد، لكن بعد ما ناخذ محمد معانا مكالمه مداخله. تفضل يا محمد. محمد فصل ولا؟ السلام عليكم. يا هلا محمد، تفضل يا سيدي. يعطيك العافيه استاذ محمود. الله يعافيك، تفضل. موضوعك جميل وبس انا يعني عندي تحفظ على الاشياء اللي بيستعملوها لوقف التدخين. نعم. هي التدخين مجرد عاده، وعاده سيئه بركز عليها، لان انا مدخن سابق. نعم. بتعرفني انت مزبوط يعني. كنت ادخن 6 باكيتات باليوم، بالإضافة للبايب، بالإضافة للمدواخ، وبالليل نعمر شيشة. أستاذ محمد هاني. توي خبر، توي يقول لي. إيه تفضل أستاذ. أبسط إشي لترك التدخين أن تتركه لوجه الله تعالى. أحسنت. لأنه حرام. أحسنت. طيب. فقط لا غير. شكرا لك يا أستاذ. لوجه الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ لك الوسائل إنك أنت تنساه أصلا. ما شاء الله. كنت تدخن 6 باكيتات استاذ محمد؟ نعم. كنت تدخن 6 باكيتات؟ 6 باكيتات باليوم. نعم. الله يبارك الصحة والعافية. بالمدواخ، بالإضافة للبايب. لحد الآن أحتفظ 12 بايب عندي، كوليكشن مجمعهم. تخلص منهم يا استاذ محمد، تخلص منهم. فيكتوري تيم البلد كنا نروح فيها كنا نشتري مدواخ يعني البايب. ايه. ولما تركته مرة واحدة، ما فيش أي وسائل. يعني هي مجرد إرادة، يكون عندك الإرادة. نعم. وأن تتركها لوجه الله سبحانه وتعالى. شاكرين لك أستاذ محمد، شكرا شكرا جزيلا على هاي المداخلة الجميلة. أعطيكم العافية يومية. مداخلتين جميلات من أحمد. نعم. أستاذ محمد بخصوص يعني تجربته مع ترك التدخين. دكتور أنا عندي دقيقتين تقريبا. نعم. يمكن ناخذ تعليق سريع على المداخلتين، وأيضا آخر شيء بنتكلم عن هل أن الوسائل السبع اللي تكلمت عنها بالنسبة لترك التدخين المعتمدة. نعم. نعم. فخلينا نتكلم عن هذا الموضوعين بشكل سريع، تفضل. بالنسبة بصراحة شيء يفرح أنه قلنا مكالمتين، أنه هؤلاء الأشخاص استطاعوا أن يقلعوا عن التدخين بدون أي مساعدة. ودي موجودة وبنشوفها عندنا في العيادة، وبيقولنا بعد الإقلاع للمساندة. جميل. ده طبعا عندهم قوة إرادة
كافية إنها تجعلهم يبطلوا يتركوا التدخين. إنما في أشخاص آخرين بيحتاجوا مساعدة، اللي هي السبع وسائل هذه. مش بس كده، المساعدة بتبدأ كمان بإن إحنا بندعمهم إن إرادتهم تبقى أقوى. بنقول لهم على بعض التصرفات وبعض الإجراءات بتخلي إرادتهم تقوى، زي الأخين اللي اتصلوا دول مميزين إنه عندهم إرادة ياخدوا القرار وفورا يبطلوا، بيعانوا أيام قليلة، ولكن في بعض الناس ما تقدرش عليها إلا بمساعدة الطبيب. طيب شو هي الوسائل السبعة دكتور؟ الوسائل السبعة مجموعة من الأدوية، منهم حاجة اسمها بدائل النيكوتين، وفي منتجات النيكوتين. منتجات النيكوتين يعني بنستخلص النيكوتين من السيجارة والتبغ ويوضع على شكل لصقات، ممكن على شكل أقراص مص أو لبان أو بخاخة أنف أو بخاخة صدر. هذا نيكوتين بيعوض الشخص المدخن عن كمية النيكوتين بشكل تدريجي وشكل مقنن، بحيث أن أنا بشيله من العادة وبقعده معايا شهر أو اتنين بيستخدم هذه بطريقة معينة، وأبدأ أسحبه منه بالتدريج. وفي بعض الأدوية هذه الأدوية بتشتغل على مراكز المخ اللي بتقفل مستقبلات النيكوتين، فالشخص يكره السيجارة أو التدخين. يا سلام. إذن اللي حاب يقلع عن التدخين يتوجه إلى عيادة المدخنين في هيئة الصحة بدبي. نذكركم، بس قبل ما نذكركم خلونا نختم مع الدكتور محمد الدسوقي، أخصائي طب الأسرة في قطاع الرعاية الصحية الأولية ومركز دبي للإقلاع عن التدخين. شاكرين لك دكتور. شكرا جزيلا. دائما ما تكون الحلقة معاك مميزة. مركز الطوار يوم الأربعاء الساعة 2:30 لين 9، ويوم الخميس الساعة 7:30 لين 2:30. هذا في مركز الطوار، هذه الأيام العيادة. عندنا في مركز البرشة يوم الاثنين الساعة 2:30 لين 9:30 أو 9، موجودين الدكاترة في هذه العيادات. توجهوا إذا عندكم عيالكم عاد خذوهم، ما يمنع. السجائر الإلكترونية هي مش وسيلة للإقلاع عن التدخين مستمعين الكرام. الأيام الجاية بتشوفون ممكن وايد ناس يروجولها على أساس أنها هي وسيلة أفضل من الدخان العادي، ولكنها ليست كذلك، فحاسبوا. وشكرا لك أحمد سلامة، كان معنا في التسجيل. كل الشكر حق عيسى سبيل مخرجنا، أيضا لمعدة هذه الحلقة نور نزال. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي. نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.